إبراهيم إبراهيم. شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم، استاذنكم تتفضلوا. ابراهيم بس هنساله سؤال يبقى معانا بعد اذنك. ابراهيم، تو فريق امتداد لجيل عظيم لعب يد في النادي الاهلي، حتى على راس الجهاز الان اسماء كبيره جدا كان لها باع طويل، مش عايز اقول اسماء يعني عشان ما انساش حد، بدءا من ياسر لبيب مرورا بخالد العوضي وسامح عبد الوارث وغيره واشرف عواض و السنه دي جمهوركم كان بيتابعكم بشكل غريب جدا، يعني جمهور النادي الاهلي كان بيتابع فرقه اليد كانه متابع فرقه الكره. كان احساسكم ايه وازاي قدرتوا تحققوا هذه البطولات واحنا طمعانين في المزيد؟ ثلاث بطولات مش كفايه. بص، هو في عامه في مصر الكواليتي الهاندبول عالي، يعني منتخب مصر احنا رابع عالم وسادس عالم ورابع اولمبياد، فالموضوع في مصر مش سهل، الكواليتي عاليه جدا. يعني السنه اللي فاتت قدرنا ان نحقق الدوري، كان بقالنا فتره ما خدناش الدوري، وقدرنا الحمد لله نحقق الكاس بعدها باسبوع، وبعد كده السوبر الافريقي. السوبر الافريقي يعتبر اهم بطوله في الموسم عشان ده مؤهل لكاس عالم انديه. احنا هنلعب، فاتني ان اقول ان احنا هنلعب ان شاء الله 2023 بالسعوديه. بالظبط، احنا لعبنا السنه اللي فاتت كاس العالم الانديه، لعبنا السوبر جلوب السنه اللي فاتت كاس عالم انديه، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق مركز رابع، ودي حاجه كبيره جدا. احنا كان تحتينا فريق اوروبي قدرنا ان احنا نتغلب على فريق بنفيكا البرتغالي، ودي حاجه مش سهله ان احنا نقدر نتغلب على فريق اوروبي. السنه دي بنطمح ان احنا ان شاء الله نحقق ميداليه ونبذل مجهود اكبر، بحيث ان احنا يعني زي ما قلت لك الهاندبول صعبه شويه في مصر، الكواليتي عالي، عندنا اكتر من اربع خمس بطولات، وعندنا السوبر جلوب اللي هو كاس عالم انديه. يعني السنه اللي فاتت حققنا ثلاثه، السنه الجايه ان شاء الله عايزين نحقق اكبر عدد، وفي كاس عالم انديه ان شاء الله نقدر نحقق ميداليه عشان نرضي الجماهير ونرضي نفسينا طبعا في الاول، ونرضي مجلس الاداره والنشاط الرياضي. فان شاء الله احنا ماشيين على خطه كويسه، عملنا فتره اعداد كويسه جدا، يعني مفيش حد فينا اعتقد بيأثر سواء مجلس او لعيبه او جهاز او جماهير، فاحنا انا شايف ان احنا ماشيين على الطريق المظبوط، وان شاء الله السنه دي نحقق بطولات اكبر ان شاء الله. تعتقد السنه الجايه ان شاء الله نوقف الوقفه دي بالخمس بطولات ويزيد؟ يا رب والله، يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا ابراهيم، كتر خيرك، اتفضل. شكرا جزيلا. ابراهيم المصري كابتن فريق اليد لكره، كابتن فريق اليد للرجال. سيدات اليد مش اقل الحقيقه في تحقيق الانجاز من الرجال، ايضا نحييهم ونقدم لهم التهنئه على كل ما حققوه من انجازات، وادعوهم للصعود الى المسرح. فريق كره اليد للسيدات. فتيات في عمر الظهور الحقيقه يشرفوا وحققوا دوري عام وكاس مصر، الف مبروك للجهاز الفني واللاعبين ولاعضاء النادي واسرهم الحقيقه، الف الف مبروك. انا اخذ صوره تذكاريه ايضا، اعتقد الهام عيد كابتن الفريق مش كده؟ موجوده الهام؟ شكرا جزيلا، هستأذن إلهام تبقى معنا في سؤال، ولنا عودة إن شاء الله في صورة تذكارية مع الكابتن محمود الخطيب بإذن الله. إلهام، الهم من عائله اهلاويه تقريبا تلعب كلها كره اليد، يعني الاهلي كمنظومه طفلك ايه وفكره البطوله والاصرار على رقم واحد وبطولتين كافيين؟
والله يعني الحمد لله طبعا الواحد سعيد ان هو في منظومه كبيره باسم النادي الاهلي. كل يوم بنضيف حاجه انجاز لينا كلينا احنا شخصيا كاللي احنا بنلعب في اسم النادي الاهلي وكده. فالحمد لله دايما النادي الاهلي بيعلمنا حاجات كتير فاحنا دايما بنفضل متعلمين. الف مبروك. الله يبارك فيك. البطولتين الموسم اللي جاي يزيدوا، يعني في عدد اكبر من البطولات هنكون مشاركين فيها وبالتالي يزيد الانجاز. طبعا يعني احنا اول مره في حياتنا او في تاريخ الفرقه ان احنا ناخد تالت افريقيا. احنا كنا بنحلم ان احنا ناخد مركز الاول، بس احنا طبعا جايين من بعيد شويه عن بطوله افريقيا، كان الاحتكاكات في فريق انجولا، بس ان شاء الله عندنا بطوله. بس اداره بدعمنا من البطوله اللي فاتت والبطوله ديت، فان شاء الله حاجه نخش مربع الذهبي ونحقق ميداليه ان شاء الله الذهبيه.